نبقى في سياق التطورات في حرب أوكرانيا. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من تراجع جيشه إذا لم تحصل كييف على المساعدة العسكرية التي وعدت بها الولايات المتحدة. زيلينسكي أكد في تصريحات صحفية أنه في حال غياب الدعم الأمريكي فإن بلاده لن يكون لديها دفاع جوية وصواريخ باتريوت وأجهزة تشويش للحرب الإلكترونية، مضيفا أن ذلك يعني أن أوكرانيا ستتراجع خطوة تلو الأخرى. من أبوظبي ينضم إلينا المتحدث باسم السفارة الأوكرانية بأبوظبي فيتالي فيادانين. أهلا بك سيد فيتالي، وأبدأ معك يعني في هذه التصريحات للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع صحيفة الواشنطن بوست. يقول أن تراجع الدعم الأمريكي هو يعني تراجع القدرات والعمليات الأوكرانية خطوة إلى الوراء. هل يحمل زيلينسكي مسبقا واشنطن مسؤولية هذا التراجع إذا ما حدث على أرض الواقع؟ مساء الخير يا مشاهدينا الكرام. لا، الرئيس الأوكراني لا يحمل المسؤولية، هو يدعو شركائنا إلى زيادة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الضرورية. لماذا؟ لأن نشهد أن روسيا تستعيد اليوم للهجوم في فصل الربيع والصيف، ولصد هذا الهجوم نحتاج طبعا إلى الكمية المطلوبة من الأسلحة، وخاصة العدد الكافي من المدفعية والذخائر المدفعية. وعلى سبيل المثال خلال نصف السنة الأخيرة تستخدم روسيا بالنشاط قنابل جوية ثقيلة، ولتحييد هذا التحديد نحتاج إلى طائرات F-16 التي ستسمح للطائرات التي لن تسمح لطائرات المقاتلة الروسية بالاقتراب إلى حدودنا وإسقاط تلك القنابل الجوية الثقيلة. وفي نفس الوقت تقوم روسيا بتصعيد إرهابها الجوي باستمرار، وعن طريق ضربات بصواريخ مختلفة، وفي من بينها صواريخ فرط صوتية كنجال وسيركون تحاول ضرب العاصمة الأوكرانية في الأيام الأخيرة، وكمان تستخدم مسيرات شاهد الإيرانية بكثافة. ولمكافحة هذا الإرهاب الجوي نحتاج إلى الكمية المطلوبة من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي. أثبتت تلك الأنظمة الغربية فعاليتها في إسقاط جميع أنواع الصواريخ الموسكوية وحماية المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية. ولهذا السبب يدعو الرئيس الأوكراني زيلينسكي شركائنا الغربيين إلى تسريع تزويد أوكرانيا بالأسلحة. لكن الفارق أن الرئيس الأوكراني في التصريحات السابقة كان يتحدث عن هزيمة موسكو وانتصار أوكرانيا في مسألة الامدادات، اليوم بات الحديث عن تراجع للقوات الأوكرانية من الأراضي التي سيطرت عليها أو أعادت السيطرة عليها. ذهب هذا المصطلح الانتصار وهزيمة موسكو. لا، لسه لسه لا نزال نتحدث عن انتصارنا، لأن الطريق الوحيد لإنهاء هذه الحرب هو انتصار أوكرانيا، لأن نتيجة العدوان الروسي على أوكرانيا ستحدد مسار القرن 21، هذا مهم جدا. وإما يكون قرنا يزدهر فيه التعاون والسلام، أو يكون قرنا للفوضى والحرب والإرهاب. وإذا رأى المعتدون عن أي استراتيجية نتحدث على وجه التحديد؟ هل ما أشار إليه رئيس الوزراء البولندي وهو حقبة ما قبل الحرب التي بدأنا بها بالفعل؟ نحن نتحدث استراتيجيتنا الأساسية هو تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية. صيغة السلام الأوكرانية في وجهة نظرنا هو الطريق الوحيد لإنهاء هذا الحرب وللتوصل إلى السلام العادل والشامل. ونحن لهذا السبب نعمل الآن على العقد قمة السلام العالمية، من المقرر عقدها في القريب في المستقبل القريب في جنيفا. صيغتنا للسلام هي الاستراتيجية الأساسية لتحقيق الانتصار ولهزيمة روسيا في نفس الوقت.
طيب سيد، يعني فيتالي، كانت هناك بعض التصريحات الأوكرانية التي أشارت إلى أن أوكرانيا مستعدة للدخول في مفاوضات سلام مع روسيا على أن تعود إلى يعني حدود أوكرانيا في عام 2022. لا لا، ولن تصوم أوكرانيا أبدا على حقها في استعادة وحدتها، يعني وحدة أراضيها. لا يمكن المصومة على مبدأ السلام الإقليمية الأوكرانية. يجب على أوكرانيا وعلى العالم كله في نفس الوقت إرسال رسالة واضحة إلى جميع المعتدين المحتملين، مفادها أن العدوان الإجرامي سيدمر الدولة المعتادية نفسها، وهذا يعني مهم جدا. أبدا أبدا لن تصوم أوكرانيا على أرضها، هذا مستحيل يعني بالنسبة لنا. طيب، في حال استمر هذا التراجع للإمداد العسكري الغربي لأوكرانيا، ما هي استراتيجية أوكرانيا للتعامل مع هذه الحرب؟ نعم، نحن واقعيون وندري أن هناك من لا يثق في انتصار أوكرانيا، ولكن قبل سنتين قال نفس الأشخاص أن أوكرانيا غير قادرة على مقاومة الاحتلال الروسي لأكثر من 3 أيام، وبعد مرور أكثر من سنتين ها هي أوكرانيا صامدة تواصل مقاومتها وتوحد العالم بشجاعتها في تصدي الطموحات الروسية الاستعمارية. نحن ندعو ونحن نثق بشركائنا الذين ستزود أوكرانيا بالأسلحة المطلوبة لصد هذا الهجوم وهذا الاحتلال الروسي. طيب، يعني اليوم عن أي شروط تريد بها أوكرانيا أن تخوض في أي مفاوضات مع روسيا؟ ما هي شروطها التي لا يمكن أن تتنازل عنها؟ الشروط البسيطة جدا، لا تريد أوكرانيا أكثر من تحرير أرضها، لا نريد ولا شبر واحد من الأراضي الروسية، نحن فقط نريد تحرير أرضنا، تحرير في الحدود معترف بها دوليا، ولا نتحدث فقط عن الأرض، نحن نتحدث عن شعبنا الذي يعيش الآن في ظروف الاحتلال الروسي، تحت قمع وتحت التحجير وحتى تحت قتل المعتمد والجماعي. طيب، إذن لا نتحدث فقط. نعم، فيتالي، بس يعني ما الخشية الأكبر لدى الأوكرانيين اليوم في استمرار هذه الحرب؟ الخشية الأكبر نحن لا نخاف بعد سنتين أكثر من سنتين من الحرب الشاملة الروسية. نحن شفنا وشاهدنا جميع أنواع الجريمة، جريمة الحرب وجريمة ضد الإنسانية وجرائم الإرهابية الوحشية، وبعد مشاهدة كل هذه الجرائم لا نخاف أي شيء، ونحن صامدين وجاهزين لمواصلة قتالنا ولمواصلة تحرير أرضنا حتى النهاية، حتى وصول إلى الحدود معترف بها دوليا. واضح، شكرا لك من أبوظبي المتحدث باسم السفارة الأوكرانية فيتالي فيادانين على جميع هذه القراءات.